السلام عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملكس تو أجوكتان كسو دواد حبين تلوادي ولي بأخبار بالجملة وركي وقدم بيدوني دكو بدا عاكتا ينكاهل دونا إسلام مركان وكوي قدونا واسوق كلي يبسيق مركا حبين تيها دو قبلتين هلاهان وكلا داون جرتينو طبعا نادي كو بدا عاكتا ليفابولا ينكو بلا بدونا والول وين با لسو درسيو كوحدو كو بدا عاكتا برشون وحالي وحالي ليه جيني سادان بلي طبعا نينكا وحيدوني سيقا بلاش ينكو قادة تولين رجدي دمي مبابين وساعد كستايا سورة قالا مركا كوحدو رجدي دينا يوحيس كبدلان نينكا دمبيلي بيدوني يقو سفكو دينا جيان سامر كان عاد بيود دانيسا نادي كو بدا عاكتا ليفربول شبكة دا الناشنالي ودن كاسي سبين لقالي وحيت المامسا ليفربول وليني كور جوين تا لاعب كنا فري لباتن جيركا سفكو دينا كيني كريان عثمان بقول يلا بميل العكبدا اي برشلونه كوسو بحيث وانا الكوسو بس بالنيكن لكن نادي كبدا عكت ليفربول وعليه رجدد ولوي تاجنتا وحيدونيسا نيكن اني افضل تاني سمر كان وميت كمدا حديها معقول لكن مشاكل لي قابا مركا ليغو اما كوعد كبدا عكت توتنهام كوعد ومامولي انتونيو كونتي وعليه وحيدونيا حديق عجيبا وويل كليرادو كولوفيسكي وميت كمدا حديها سهل لي مركا لغا هدايو ويل عجيبا كوعد كبدا عكت يوفنتوس كترسن لكن مستقبل لمركا لاغو وويل امكانيات عجيبه له لكن هدي او كرو امكانيات كاسي واو كمين نقون دونا غربيدا مركا اوغو هاليستا بدان دونيدا كوبادا عاكتا غارهان يوروب مركا ديكت دويل كان نينكا انتونيو كونتي رادير كي سبو يساقو سوق ابتاي نينكا وحو يميد انتر ميلان حلالات وادارك ويساقو لقاتي كدبنا وحو بربوري ريكور كي كوعدو كوبادا عاكتا يوفنتوس هدانا وحو دونيا غربيين ويساقو كاقاتو نادي كوبادا عاكتا يوفنتوس نينكا انتونيو كونتيا وحو دونيا صفقة كوعدو كوبادا عاكتا سبيري سيغنو غيو سيداس بيشيغي شبكة كالشيو ميركاتو ودن كاسي تريانيغا لاعب قد كده حي مركز سويدن ودر شغرب كان كعياريا ميلا كلا دونا لغا عيار سين كريو قياس اديغو مركاسي ادكوس عياري سانتونيو كونتي يقان نقاب كو غو وناكسن اديغو مركا واحتر كاغ لو سو سارو ايا اسغو مركاسي نينكا لو رجيني هلكا انو تاغو امبل ليفي بالا يون اسغو نوقون دونا غار هان اسغو اورد بد امكانيات في عنا له اما بيت الملك وركا لغا شيغيو اسكو وا هالميد وركاسي ماها ميد لبا اسكو خلافيان لبا صدح عفر مسو جيسد حتى إني كدو دان وركا دان كو شيغيو ميد آنا هاين نادي كوبادا عاكتا ريال مدريد لفسدي دو من قدومي إلا يمامولكا كانو غو سيا وحي اسكو رعسيين هال ميد إني كاقاتا نينكن وابيحي تانكا نينكا مركاسي ساقو نقضي كاليا إنو عبو عنتايو اسكاسي عدو وحكالا وسنوقبان بيت الملكي نينكا إسكوا جيبهم بوا كبيح دونا قاعدة كبدا عاكت ريال مدريد صوبتوا نينكا لا إسكوا ماها كي أتقانين ولا حتى ماها كي مركاسيات جرانجرتين لباكو صدحي تومنكي يولي بوقتية دي كدن بيه ماهاين نينكا كي أفو مركا لباكو نفرية تومنكي جمينيسيقى دوروين كقادنية ولا حتى صدح دي مركا جمينيسيقى حرير كاها إسكوا دوروين وقتي او كقاتي ودركتين عانو غربوها مدحيسو مركاسي هاسكو وينادي مالين بيتري مانشستر يونايتد انيكا مدحا كوين اني مقادن كريو وقتي هادا نديو كبدا عاكت مدريد وكبا حيا تجميني نديو كبدا عاكت مانشستر يونايتد يا دردر جلينيس هيشيس كاسباليا شبكة توتو سبور اللي قال لي هاي ودن كاستريانيك وحيت الماميسا لاعب كان كوحدة كبدا عاكتا مركاسي كاتر سمانوكو كنت مليون بوكو كلفي دونا كوحدة يدو قادنسا تجميني دوان بو يساقونا تسي نيكي اها ديديو ديشان كدي مركي عالم كو هالكا يكو برتين لكن ويلك وحو كاتر سنة كوحدة كبدا عاكتا مانوكو امكانيات في عم بو يساقو لي هاي عجيب بانا لغو تمامي قد كده مركو كعياريو كنت مليون بيكو قيمين صدح إلا أفر نادي با أترتمية تصالي جلسي وحي دوني لاعب مستقبل وقد كده دحي إلا لنا يني كدغتو إما يوفنتوس لفسد دو ميا نسديبين مانشستر يونايتد نواتن كوادي هو قامي نيسا واللغو تلمامي ربطانا ويل كريني قادتو الشياطين الحمر وحي واركان ميد مركاسي مستقبل كا قد كده دحي مامولي دونا مداما دابار كوچيدين دونو نينكي ها بول Pogba imma guriga Catalanka hadan ka hadalno laba xidig dabal ay qaadan doona heshiisya way doonayay inay qaataan masalana suuqa Xavi iyo waliba xaaladda ay kooxdu ku jirto way iska dabaal degayeen bariyahan abriyahan dabaaldegoodu lama faragelin laakiin dabaaldegaasi ma Ahmed markaasi wadadiisu ubax ku firaashan yahay xaalad adag oo dhaqaale kooxda natiijooyin liita gudahan jawi aan wanaagsanayn wadaragtay marka maamulka markaasi xaalad galab galab ku jira waxaa soo dhan caqabado Xavi ku horgudbon baa la tilmaamaya halqada falanqaynta iyo waliba qaybta saddexaad baan u deynayaa taa laakiin marka laga hadlayo Torres iyo waliba Almo waa ama Olmo waa labada xidig ee la tilmaamayo marka Xavi uu doonayo bisha January inuu qaato ama xitaa labada ugu horeeya iman doona garoonka kooxda kubadda cagta ee markaasi yadoo Barcelona waan arki doonaayo ninkan marka oo ka tawamin ma qasnada ugu jirta intaan wax digno isku doonaya
lama garan karayo sida isu rumoobi karayso. Marko waan arki doonaa Olmo iyo weliba Torres ayaa leeyahay digaasi, waa suurtagal nadiga kubadda cagta Barcelona inay qaadato. Haddaba nadiga kubadda cagta Real Madrid, nadiga ku ciyaarta Santiago Bernabeu, waxay doonaysaa inay qaadato wiilka Wilfred Ndidi, inkastoo difaaca baryahan baastamir ay ka noqdeen. Waxay doonayaan markaasi laacib beddel ay uga dhigtaan ninka la yiraahdo Casemiro. Nadiga kubadda cagta Real, kooxda malakiga ku ciyaarta Santiago Bernabeu ayaa leeyahay waxay u tegi doontaa kooxda dabacada ama Al-Thaalib, waxaana ay weydiisan doonaan mid ka mid ah xidigahooda khadka dhexe, ninka derbiga, ninka la yiraahdo waa wiilka kale Premier League ka ciyaara ama xitaa kaasameeraha Premier League, ninka burburiya cajiibka ay u tegi doonaan. Lacago 60 milyan bay ku qiimeysay kooxda Leicester City ama Foxes. Waxaa laga doonayaa marka wiilkan miyay ogolaan doontaa mise weydiidi doontaa waqtigii waayuhu, unbaa noo sheegi doono kama hor dhici karayno. Laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta Real Madrid inay ku soo biirtay naadiyada doonaya Wilfred Ndidi, Arsenal, Chelsea, Man United unbaa horu u ogeyno. Man United iyo hadalkaygu ugu dambeeyayo waan kasii bilaabi doonaa markaasi markaan ka hadli doono guriga Masraxul Axlaam. Waxaa lagu leeyahay sheekadiisu masalana Conde wuxuu ka mid yahay ku ugu waaweyn ee si weyn looga hadalhayo marka lagu suuqa kala iibsiga. Kii ugu dambeeyana wuxuu ahaa mid aad markaasi u saameeyey, ilaa habeenkii ugu dambeeyey, ilaa daqiiqadii ugu dambeysay Chelsea ma qaadatay, ma halkee buu marayaa, miyay la wareegtay, maxaa dhici doona, wadnaha unbaa dhegleynayay Rare Blues markaasi. Laakiin nasiib darro maysan dhicin. Haatan heshiiskaasi waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United oo wararkii ugu dambeysay bay tilmaamayaan. Waxaa leeyahay kooxda ku ciyaarta garoonka marka Old Trafford ayaa hogaaminaysa, Chelsea, Barcelona iyo weliba kuwo kale ayay ku hor hogaaminayaan, islamarkaana ay doonayaan inay ku qaataan, baa leeyahay wiilka. Wiil macquul oo imkaaniyaad fiican leh marka la eego, laakiin waan arki doonaa waqtiga iwaayuhun baa noo sheegi doona. Ma doonayno marka in aan ka hor dhacno markaasi. Haddaba nadiga kubadda cagta ee markaasi iyadu Manchester United yan ku guda jirnaayo, lafsadeeda waxaa leeyahay waxay doonaysaa Barcelona in afkoodu ay kala baxdo laacib caana, laacib Talyaaniga ka ciyaara, laacib cajiiba, laacibka Milanella buu ka tirsan yahay, heshiiskiisu waa dhacaya, waa laacib qadaxe, yaqaana kubadda sida loo xukumo, loo wareejiyo, la siiyo saaxiibadiisa, cadaadiska marka uu saaran yahay garanaya qaabka uu jibiyo, build up-ka ku fiican, intuba laacib afkaartiisu cajiibay tahay marka la eego. Laakiin ayaa su-aashay tahay, yaa qaadan doona, yaa sacalfan doona? Nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa nadiga ugu dhow ayaa la tilmaamayaa, Barca waa lagu sheegayo hore, afkooda bay doonayaan inay kala baxaan wiilkano, hadda koor bay hawada ugala baxeen nadiga Roma laacib usoo socda. Hawada markii diyaaradda ay socotay ma afduub baa la leeyahay, ma la afduubtay baa la yidhi, waa la yaaba subaxdii markii la yidhi Malcolm Barcelona ku degay, ninka ma la afduubtay baa la yidhi, maxaa diyaaradda ma ayaa lala afduubtay? Laakiin saas camal waa dhici karayso. Barcelona baa doonaysa ninkii kasiya, laakiin nadiga Man United baa ka afduubi karta baa leeyahay. Nadiga kubadda cagta Liverpool suuqeedu waxaa leeyahay ma sahlana, saddex dig bay doonayaan marka mar qura iyagu inay qaataan. Ha, saddex dig bay doonayaan iyagu inay qaataan baa leeyahay. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta Liverpool iyagu inay markaa suuqa January kala kiciya marka laga hadlayo. Dhowr sababood ama asbaabo kala duwan baa jiri karaya oo nadiga kubadda cagta Liverpool ku qasbaya suuqa inay galaan bisha January ee soo aadan. Mana sahlana marka la eego, waayo nadiga kubadda cagta Liverpool waxaa ka bixi doona Salah iyo Mane iyo Keita, waana saddex digo superstar muhiim u ah. Min Keita aad garanayseen bilowga xilliyareedkan, min markaasi Salah aad aragteen superka kooxda inuu yahay, Sadio Mane oo isagu markaa wiilka cajiibka. Haddaba waxaa leeyahay waxay doonayaan inay soo qaataan saddex dig. Saddexdaasi maxay kala yihiin? Wiilka la yidhaahdo de Danchuma wuxuu ka tirsanyahay Valarial. Danchuma beryahan maaha mid, walaa laba walaa saddex. Saddex jo markaasi ayaan maqlayna markaa saddexdii toddobaadii ugu dambeeyay aad baa loo hadalayay. Marcelo Brozovic wuxuu ka tirsanyahay kooxda kubadda cagta Inter Milano. Laacib kale oo qadaxay ku xoojiyaan weliba burburiya cajiib ayay doonayaan, iyo Gilinson Bremer wiilkaa bay doonayaygu inay soo qaataan, ee isla markaana markii kulamadan UEFA Nations League iyagu aadaan, kuwan baa lagu meel mari doonaa baa leeyahay. Marka Real Liverpool way isbarkaa dabarayaano, Olmo iyo Sterling iyo weliba Torres iyo weliba intuba waxay doonayaan inay isku soo darsadaan baa leeyaguna Barcelona. Ma sahlana markaasi. Haddaba waan arki doonaayo 19 xidigna waxaa la tilmaamay ilaa 9 xidig in nadiidu hadal la furi karayaan. Mbappe oo kale January in markaa Madrid isagu aadaba suuragala, ama xitaa uu sii joogo. Pogba kale waa ka tagi karayaa Franca Cassi oo kale, Dybala oo kale heshiiskiisu baa la dhameynaya maalmaha soo aadan, laakiin Cuthman Dembele oo kale heshiiskiisu waa la dhameyn doonaa, Insigne oo kale weliba ma heshiis ma saxiixin, Brozovic oo kale isaguna waa kaasa, Rodriger oo kale waa la xalin doonaa, Sule oo kale isaguna waa ka wala xalin doonaa. Guud ahaan xubinta suuqu waa naga intaa.